بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد آمين. السنكسار 26 أكتوبر 16 بابا 1741. اليوم 16 من شهر مبارك بابا. أحسن الله استقبال وعاد علينا وعليكم ونحن في يدون واتمنى أن نخبر الخطايا والأسئلة منك ومرحم ربي يا بابا أخوة آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 673 ميلادي تنيح الأب البطريرك القديس الأنبا التاسع والثلاثون من بابوات الاسكندرية، وكان تلميذ الأب بنيامين البابا الثامن الذي اختبى زمنا من وجه مضطهد به القديون، وترك أغاثه يواظب على بعض المؤمنين وثبتهم بالإيمان المستقيم. فكان أغاثه يطوف الشوارع والأسواق بالنار في زي النجار، وفي الليل كان يتزيى بزي كان ويتوب البيوت أيضا وعيدا ومرشدا، وظل كذلك إلى أن فتح العرب مصر وعاد الأب البطريرك بنيامين إلى مركزهم. ولما تنيح البابا بنيامين اختير هذا القديس للرتبة البطريركية الجليلة، فلقي شداد كثيرة في سبيل المحافظة على الأمانة من ذلك أنه إنسان اسمه سو أوديسيوس ملكي المذهب مضى إلى مدينة دمشق وتقدم إلى يزيد ابن معاوية والي العرب على دمشق، وقدم له أموالا طائلا وأخذ منه أمرا بتعيينه واليا على الإسكندرية والبحيرة ومريوط. لما تولى هذا المنصب اضطهد الأب البطريرك وطلب منه جزية باهظة، ولكسر شر الوالي وما صنعه مع الأب البطريرك كراه الشعب وتجنبوه، فأصدر أمرا بأن أي إنسان يجد البطريرك في الطريق فليقتله. فمكث الأب البطريرك به قليته إلى أن أهلك الله هذا الشرير. وفي زمن هذا الأب كملت عمارة كنيسة القديس مقريس بدير بوادي نترون، وفي إحدى الليالي ظهر له ملاك الرب وعلمه عن راهب قديس من دير القديس مقريس اسمه يوحنا موجود بالفيوم، وأمره أن يستحضره ليساعده وأعظ الشعب وتعليمه، وأخبره بأنه سيسير بطريركا بعده. فأرسله واستحضره وسلم إليه أمور الكنائس وترتيبها وتعليم المؤمنين وعظاهم. وقد مكث هذا الأب البطريرك مدة 19 عاما وتنيح بسلام تكون معنه صلاة تكون معنا آمين. وبمثل هذا اليوم تذكر القديس كربوس وأبولس وبطرس تلميذ الأنباء أشعياء المتوحد صلاة وما تكون معنا ولربنا المجد الدائم آمين. سبرين حميا الإصحاح الثالث يا رب ارحم. وقام ليشي بالكاهن العظيم وأخوة الكهنة وبنو باب الضان، هم قدسوا وأقاموا مصاريعه وقدسوا إلى برج المئة إلى برج حينئيل، وبجانبه بني رجال أريحة وبجانبهم بني زكورة بابن إمري، وباب السمك بناه بنو هسناء. هما سقفوه وأوقفوه مصريعه وأقفاله وأعوالده، وبجانبهم رمم مريوم ابن أوريا ابن هاكوس، وبجانبهم رمم مشلام ابن برخية ابن مشيجئيل، وبجانبهم رمى صدوق ابن بردة، وبجانبهم رمى مطق عيون وأما عظامهم، فلم يدخلوا أعناقهم في عمل سيدهم. الباب والباب العتيق رقمهم يوداع ابن فسيح ومشلام ابن يبوسديا، ومسقفا وأقام مصاريعه وأقفال وعوارضه، وبجانبهم رمى مرطيا الجبعوني ويادون العمير الميرنوسي من أهل جبعون والمصفى إلى كرسي والي عند عبر النار، وبجنمهما رمام عيسى إلى ابن حرية من الصيغيين، وبجانبه رمام حنانيا من العطارين، وتركوا أورشليم إلى السور العريض، وبجانبه رمام رفايا ابن حور رئيس نصف دائرة أورشليم، وبجانبه رمام إيدايا ابن حاروم ومقابل بيته، وبجانبه رمم حطوشة ابن حيش بنيا. قسم ثاني رممه ملكيا ابن حريم وحاشوب ابن فحس مواب وبرج التنانير، وبجانبه رمم شلوم ابن هول وحيش رئيس نصف دائرة أورشليم هو وبناته،
باب الوادي رمم محاتون وسكان زانوح ما بنوا أقاموا مصاريع وأقفالوا عوارضهم وألف ذراع على السور إلى باب الدم. وباب الدم رممه ملكية ابن ركاب رئيس دائرة بيتها قريم هو بناه وأقام مصاريع وأقفال وعوارضه. وباب العين رممه شالون ابن كالحوزة رئيس دائرة المصا هو بناه وسقه وأقام مصاريع وأقفال وعوارضه. وسور بركة سلوام عند جنينة الملك إلى الدرج النازل مدينة داود. وبعده رمم نحميا ابن عزبوك رئيس نصر دائرة بيت صورة إلى مقابل قبور داود وإلى البركة المصنوعة وإلى بيت الجبابرة. وبعده رمم اللويين رحوم ابن باتي وبجانبه رمم حشبيا رئيس نصر دائرة قعيلة في قسمة. وبعده رمم أخوتهم بؤاد ابن حنداد رئيس نصف دائرة عيلة. ورمم جانبه عازر ابن يشوع رئيس المصفى قسما ثانيا من مقابل مصعد بيت السلاح عند الزاوية. وبعده رمم بعزم باروخ ابن زباي قسما ثانيا من الزاوية إلى مدخل بيت الياشيب الكاهن العظيم. وبعده رمم مريوماس ابن أوريا ابن هاكوسا قسما ثانيا من مدخل بيت الياشيب إلى نهاية بيت الياشيب. وبعده رمم الكهنة أهل الغور. وبعدهما رمم بنيامين وحاشوب مقابل بيتهما. وبعدهما رمم عزريا ابن مخسي ابن عينانيا بجانب بيته. وبعده رمم بنواي ابن حيداد قسما ثانيا من بيت عزريا الى الزاوية والى العطسة. وبلال ابن اوزاي من مقابل الزاوية والبرج الذي هو خارج بيت الملك الاعلى الذي لدار السجن. وبعده بلاية ابن فرعوش وكان نيسئيمين كساكنين في الاكمة مقابل باب الاماء الجالية الشرق والبرج الخارجي. وبعدها مرمم التقوعيون قسما ثانيا المقابل البرج الكبير الخارجي إلى سور الأكمة. وما فوق باب الخيل رممهم الكهنة وكل واحد مقابل بيته. وبعدها مرمم صدوق ابن أمير مقابل بيته. وبعدها رمم شمعيا ابن شكنيا حارس باب الشرق. وبعدها رمم حنانيا ابن شلميا وحنون ابن صدوق السادس قسما ثانيا. وبعده رمم مشلان ابن برخيا مقابل مخضعه. وبعده رمم ملكيا النصائغ بيت الناشئين والتجار مقابل باب العاد الى مصعد العطشة. وما بين مصعد العطشة الى باب الدار رممه الصهيغون والتجار والمجد الى دائما